الانطلاقه للمعرض الجهوي للمنتوجات المحليه من جهه الشرق اللي كيتقام في مدينه السعيديه. هذه المدينه اللي هي محطه سياحيه صيفيه عندها اقبال كبير لا من عند الزوار والسياح المغاربه ولا من الجاليه وكذلك من الاجانب، والهدف هو اولا الترويج للمنتوج المحلي والمنتوجات في التنوع ديالو والتكوين ديالو ودعم التعاونيات خصوصا النسبيه باش توصل يعني